أهلا بكم من جديد. يصادف في 23 من شهر نيسان من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، وجاءت هذه الاحتفالية بمبادرة أطلقتها منظمة اليونسكو عام 95، حيث خصصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يوم 23 من نيسان يوما عالميا للكتاب وحقوق النشر والملكية الفكرية. وقد أسهم نجاح يوم الكتاب العالمي وحقوق النشر في تشجيع اليونسكو على تطوير فكرة عاصمة عالمية للكتاب كل عام، وأقرت اليونسكو لهذا الغرض في مؤتمرها العام أن تحول تسمية مدينة من مدن العالم عاصمة عالمية للكتاب حدثا سنويا دائما. واختيرت مدريد كأول عاصمة للكتاب، واختيرت بيروت عاصمة عالمية للكتاب لعام 2009. في هذا اليوم الذي يمجد ويخلد ذكرى الكتب ومؤلفيها الذين أثروا العالم بعلم يدرس وأنموذج يحتذى لتحقيق عملية التنمية البشرية الشاملة، وذلك من خلال مطالعة الكتب وتدريسها، إلا أننا نواجه خطرا حقيقيا بابتعاد الجيل الحالي عن القراءة والاستعاضة عن ذلك بمختلف وسائل التقنية الحديثة، أو نجد النسبة الأكبر لا تقرأ أصلا. وهنا يكمن الخطر الحقيقي، فبعد القراءة لا يحقق لأي مجتمع تطوره وتقدمه، بل يكون ساحة سهلة لأي أفكار شاذة قد تلقي بظلالها على ذلك المجتمع الذي لا يقرأ. من الزرقاء والكرك وأربد ومعان، نتابع معا التقارير التالية التي عدها الطلبة هناك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أعظم كلمة وأول كلمة نزلت على سيدنا محمد، فالقراءة منذ القدم من أهم وسائل التعلم الإنساني، والتي من خلالها يكتسب العديد من المعارف والعلوم والأفكار. فالقراءة من الأمور التي يجب أن لا يغفل عنها الشخص ولا تغفل عنها الدولة. للقراءة أهمية قصوى في المجتمع الأردني، والدليل على ذلك الانتشار الهائل للتعليم وللمعلومات، وكذلك انتشار الجامعات بعدد كبير جدا. فمن يزور المكتبات العامة ومكتبات الجامعات يجد العديد من الناس ما زال يهتم في القراءة وبالكتاب بشكل عام، وآمل في المستقبل أن يهتم الجيل الحالي بالقراءة أكثر وأكثر لأهمية الكتاب. وبشكل عام الكتاب من أهم يعني الأساسيات التي يجب أن يهتم بها الفرد في المجتمع وفي حياته اليومية. بالرغم من مدى أهمية القراءة ودورها في حياة كل فرد منا، إلا أن عزوف الأفراد عنها أصبح ظاهرة اجتماعية، فمنهم من لا يؤمن بجدوتها وفائدتها، وبعضهم لا يملك وقتا للقراءة غير المنهجية، وما بين عوائق اقتصادية وانشغال الأفراد بوسائل الأعلام المسموعة والمرئية التي أصبحت تنافس الكتاب. القراءة مهمة جدا، ومثل ما الموسيقى هي غذاء الروح، أيضا القراءة هي غذاء الروح. كمان يعني الشباب الأردنيين مقبلين على القراءة، رغم أنه في قلة قليلة هي مش مهتمة بتثقيف حالها ولا بقراءة الكتب ولا حتى باقتنائها أو حتى بس الاطلاع على عناوينها أو على الكتاب الموجودين عندنا. القراءة كثير مهمة للأفراد، بتزيد من وعيهم وإدراكهم للأمور، بصير في عندهم ثقافة واسعة، أيضا تساعد على تنمية الفكر لدى الفرد. تزود الأفراد بالخبرات وتنمي مداركهم وتهيئهم لخدمة المجتمع وتدفعهم ليكونوا روادا به، باعتبارها عملية أساسية لفهم التراث الثقافي والوطني والاتصال بتراث الآخرين. فحافظوا على القراءة وحافظوا على الكتاب. معاذ ردايد لبرنامج منا وفينا.